السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتكلم على الهوم ورك بتاعنا ازاي نتعامل معه. طبعا زي ما شفتوا في الاورينتيشن الهوم ورك 4 أجزاء. الجزء الاول بيبقى نازل لك فيه 4 مقالات. المقالات دولت بيبقوا جايين من نفس المصادر اللي الكوليدج بورد ووزارة التربية والتعليم بيجيبوا منهم امتحان او الباسجات بتاعت السات والباسجات بتاعت الاي اس تي. والمصادر دي طبعا زي ما قلنا قبل كده مصادر معلنه، يعني بتبقى مكتوبه في البلرب، يعني مش حاجات سريه مثلا ولا بتاع. احنا بنخش على نفس المصادر دي وبنبدا ننتقي لك منها حاجات مشابهه جدا جدا للباسجات اللي بتجي لك في الامتحانات. هنشوف دلوقتي ازاي نتعامل مع الارتكلز دي. خلينا نتكلم بس على الـ4 انواع. النوع الثاني بينزل لك كتاب فوكاب. كتاب الفوكاب ده بيبقى فيه مجموعة كلمات محتاج إن حضرتك تحفظها. النوع الثالث بيبقى نازل لك باراجراف مش مترتب صح، يعني جايب لك الجملة الثالثة في الأول والجملة الرابعة في الآخر والجملة الأولى في مش عارف إيه وهكذا، والمطلوب منك إن أنت تري أوردر ذس باراجراف. خلاص، مهارة هتحتاجها بعد كده، هتلاقيها صعبة في الأول ولما تعتاد عليها هتلاقي الموضوع سهل نسبيا، وفي فترة معينة من الكورس هناخد تكنيكس عشان تسهل عليك الموضوع ده. تمام. رقم 4 بينزل لحضرتك فيديو تحفيزي. فيديو بيكون بيتكلم على تقسيم الوقت، الاستفادة بحياتك، المفروض تعمل ايه لو حسيت بالعجز او بالفشل، تتصرف ازاي، ايه اللي تقدر تعمله عشان to motivate yourself، تحمس نفسك او تحفز نفسك وهكذا. اوكي، هنتكلم على كل نوع من الانواع دي ازاي نتعامل معه. ده اول جزء من الهوم ورك وده مهم جدا. زي ما شايف كده دي passage literature، تمام، شبه اللي بيجي لك في الامتحان. طبعا ما بيجي لكش بالكم ده، بيجي لك جزء منها. تمام. ودي ساينس ودي سوشيال ساينس ودي هيستوري. تمام. الـ4 مواضيع اللي بيظهروا في الامتحان غالب. اوكي، ايه المطلوب منك في كل مقالة؟ مطلوب منك في كل مقالة من دول 3 حاجات اللي هما الـ3 مهارات اللي احنا محتاجينهم في الامتحان. أول حاجة محتاجة تعمل حاجة اسمها سكيمينج. إيه السكيمينج ده؟ قراية سريعة تو جيت ذا مين أيديا، يعني تجري بعينك كده، يعني تدي لنفسك مثلا 2 أور 3 مينتس تفر كده في الإيه؟ في المقالة دي أو في الشورت ستوري دي، ها، بحيث إن أنت تعرف الجنرال أيديا بتاعتها أو المين أيديا أو المين بيربس أو السمري بتاعها. أوكي؟ في المرحلة دي إحنا مش محتاجين تفاصيل يعني. اوكي، وطبعا الناس اللي بتحب الليتريتشر والشورت ستوريز والحاجات دي ممكن في الباسج بتاعه الليتريتشر تتخطى السكيمنج وتبدا في السكاننج على طول. يعني السكيمنج هيحرق لك الايه القصه، فانت لو حابب تسكيب الموضوع ده تخلي السكيمنج في الايه في الساينس مثلا، في السوشيال ساينس وفي الهيستوري بس، ده مفيش مشكلة فيه. تاني حاجة محتاج حضرتك تعمل سكاننج. السكاننج هو القراية اللي انت عارفها بقى، ان انت تقرا بضمير، يعني تقرا بما يرضي الله عشان تفهم الكلام اللي قدامك ده. اوكي، dear memories as a subject، بس بلاش صوت، يعني بلاش تقرا بصوت لان ده طبعا ايه مش هينفع في الامتحان، فانت تقرا silent panic بس as fast as you can، يعني باسرع وسيله او باسرع حاجه تقدر تشتغل بيها، بس طبعا بحيث ان انت تكون ايه فاهم في المرحله دي. ما تعطلش نفسك مع الكلمات الصعبة، يعني لما تقابلك كلمة صعبة حاول تخمن المعنى بتاعها. في الامتحان أكيد هيقابلك كلمات صعبة، فكون إن أنت تعود نفسك إن أي كلمة تروح تدور على معناها في القاموس ده غلط جدا، يعني لأنك مش هتلاقي الموضوع ده في الامتحان. أوكي، فمثلا يعني هي كلمة سهلة بس مثلا طالب مش عارفها، أنت اعمل عليها هايلايت أو اعمل عليها أندرلاين. مش عارف كلمة starving مثلا، خدت بالك؟ كلمة porridge مثلا انت مش عارف ايه معناها، لكن حاول تستنتجها من السياق. And I said they were starving at home, so your mother went to see and here she is. حاول تستنتج هي تقصد ايه او الكاتب يقصد ايه بالايه بالكلمات دي. كل ما يجي لك كلمة مش عارف معناها اعمل عليها underline او اعمل عليها
هايلايت. تمام، طيب خلصنا المقالة خلاص. أنصحك يعني تخش في المقالة اللي بعدها، بس أنت لو مصر يعني ممكن أنت دلوقتي بقى تبدأ تدور في القاموس على معاني الكلمات دي. فكرة إن أنت تطلع الكلمات دي بره الباسج وتحطها بقى في كراسة جميلة في نوت بوك وتعمل your own dictionary والكلام المثالي الجميل ده، ده كلام يودي في داهية، ده كلام متعب جدا جدا، ضيع وقت كتير جدا، ها، وفي النهاية أنت بتعمل حاجة غلط. أنت بتطلع السمكة من المية. السمكة عايشة وبتلعب ومزقططة في المية، اللي هي الكلمة. الكلمة بتبقى عايشة فين؟ جوه الباسج. هي دي الحياة بتاعتها. ها؟ لأن الكلمة ممكن يكون لها أكتر من معنى. أوكي؟ الكلمة بره كده حاجة ميتة، هل معناها كذا ولا معناها كذا ولا معناها كذا؟ طب أحفظها إزاي؟ أقعد أكررها ولا أقعد أكتبها ولا؟ لكن هي دلوقتي في كونتكست، في السياق. فهو افضل مكان ليها، فحرام اللي انت بتعمله او غلط جدا، سواء انت كنت مدرس بقى او whatever، تنصح طلابك بالكلام الغريب ده. خلي المرجع بتاعك هو الباسج اللي انت عامل لها هايلايت دي، لما تعوز تراجع الكلمات دي تاني ابقى ايه، ابقى ارجع لها برضو جوه الباسج. اوكي طيب، يبقى انا عملت الثلاث حاجات، اول حاجه سكيمينج، تاني حاجه سكاننج، تالت حاجة حفظت الكلمات الجديدة. روح على المقالة اللي بعدها واعمل نفس الحكاية، اقرأ قراية سريعة to get the main idea. تاني حاجة اقرأ قراية دقيقة شوية عشان تفهم ايه الموضوع اللي هو السكاننج. ها، بعد كده وانت بتعمل سكاننج هايلايت الكلمات. طبعا لو غيرت الترتيب اللي انا بقولك عليه ده غلط جدا جدا جدا، يعني كون ان انت تطلع الكلمات بعدين تقرا، انت كده بتضحك على نفسك، زي واحد كده بيبص في الانسر كي مثلا وبعد كده يحل. انت يعني بالبلدي كده او باللغه السوقيه انت بتشتغل نفسك. تمام، يعني خليك في نفس الترتيب، سكيمينج سكاننج بعدين تحفظ الكلمات. طبعا السكيمينج، في طالب يجي يقول لي انا مش هعمل سكيمينج، يعني ايه؟ اقول له دي مهاره بشريه، يعني يتفق فيها كل بني البشر، ما فيش حد ما بيعرفش يلخص، ما فيش حد ما بيعرفش يجري بعينه كده على حاجه معينه ويقول لك دي، لا مش دي اللي احنا عايزينها، هندور في حاجه تانيه. يعني انت بتدور على فقره معينه في كتاب مثلا، ان يبقى عايز تقنعني ان انت لازم تقرا الكتاب كله، لا، بس هي مهاره بتحتاج شويه تدريب. اوكي، كان في مره احد الطلاب طالبه كانت بتقول لي يا مستر انا مش عارفه اعمل اجيب المين ايديا بتاعت الايه، بتاعت الباسج. تمام، قلت لها اي باسج؟ قالت الباسج الليتريتشر دي بتاعت البنت اللي بتتكلم ان مامتها مزعلاها وبتحاول ان هي تراضيها بس مامتها عنيده. قلت لها ما هي دي المين ايديا اللي انت بتقوليها دي؟ قالت لي بجد والله. ففي ناس مش فاهمه يعني ايه مين ايديا. اوكي، فانت وانت لما بتقرا في المرحله الاولى اللي هو السكيمنج، حاول ان انت تكتب المين ايديا اللي انت بتجيبها. ومهم جدا، يفضل جدا وانت بتعمل سكاننج بقى، انك تربط الباراجرافز ببعضها عشان ما تلاقيش نفسك تو. يعني اسأل نفسك دايما الباراجراف ده ايه علاقته باللي فات، الباراجراف ده ايه الفكرة الرئيسية بتاعته. ممكن تلاقي الفكرة الرئيسية بتاعته موجودة فتعلم عليه، ممكن تلاقي الفكرة الرئيسية بتاعته انت فهمتها فتكتبها على ايه، على جنب. اوكي، لان الكلام اللي انت عامله، الشغل الجميل اللي انت عامله ده كله، يا اما هتعمله تبعته PDF للاسيستنت، او تصوره وتبعته للاسيستنت عشان يعمل ينزلوا لك في التقرير الاسبوعي بتاعك انك عملت الايه، الهوم ورك. كمل، روح اقرا المقاله اللي بعد كده، وابدا اعمل الثلاث خطوات، سكيمينج سكاننج، وبعد كده تحفظ الكلمات. وبعد كده الهيستوري هتلاقيها في الاول صعبه شويه لانها بتبقى حاجات قديمه، يعني بص دي من السبعينات، يعني بقى لها مثلا ايه، بقى لها بتبقى مع 30 سنه 40 سنه واحيانا 100 سنه، فبتبقى اللغة تقيلة شوية وقديمة شوية، فحاول ان انت ايه ما تزهقش يعني عقبال ما تتعود على اللغة دي. وفي فيديو انا كنت عامله ازاي تتعامل مع باسجات الهيستوري، يا ريت يا فيديو، لا كان بوست على الفيسبوك، والبوست ده ملحق بيه بعض الايه الفيديوز. تمام، اطلبه من حد من الاسيستنس هيبعته لك. تمام، المفروض ان الشغل الجميل اللي انت عملته ده، ان انت كتبت المين ايديا، ان انت يعني يا اما علمت على المين ايدياز بتاعت الباراجرافز، يا اما كتبتها على جنب بشكل لطيف كده. مطلوب منك ان انت تكتبها باي طريقه، بالفرانكو، بالعربي، بالانجليزي، بالهندي، مش قصه يعني. وربطت الباراجرافز ببعض وعلمت او عملت خط على الكلمات الايه الصعبه، ها، وحفظتها. الشغل الجميل اللي انت عملته ده
اتصرف بقى، يا اما تبعته PDF تاني للاسيستنت، يا اما تصوره تاخد منه سكرين شوتس وتبعته للايه للاسيستنت. اوكي، طبعا الشغل ده ضروري جدا، لان احنا شغالين على اتجاهين. الاتجاه الاول ان انت في الحصص بتاخد تكنيكس، وهنا بتزود مهارتك في القرايه. طبعا بدون ما تزود مهارتك في القرايه، بدون ما توصل للمستوى ده، حضرتك التكنيكس مش هتقدر تنفذها. يعني التكنيكس بتعرفك ازاي تجاوب السؤال صح في وقت قصير بنسبة خطأ معدومة. اوكي، فكون حضرتك مش فاهم الباسج ومش فاهم السؤال ومش فاهم الاختيارات، او فاهمهم بطلوع روح او بصعوبة شديدة، ده طبعا هيخلي مهمتنا صعبة جدا وهتاخد وقت كبير، وقد لا نصل للي احنا عايزينه. فده ضروري جدا. طيب قول لي دلوقتي، انا عندي مشكلة ان انا مش فاهم الارتكلز، حاولت ومش فاهم الارتكلز خالص، تمام، ما عنديش مشكلة خالص. لو مش فاهم ولا كلمة حتى، هتطلب من الاسيستنس حاجتين. الحاجة الاولانية فيديو اسمه ريد وركس، ده فيديو بيعرفك مهما كان مستواك ازاي تبدأ ترفع مستواك تدريجيا لغاية ما توصل للمستوى اللي احنا ايه عايزين. حاجة تانية، في جروب كده اسمه السوبرز. الجروب ده سعادتك محتاج ان انت تدخل فيه، الاسيستنس هيساعدوك ان انت تعمل الهومورك. خلاص، يعني اللي مستواه ضعيف او حاسس ان هو تايه او حاسس ان هو الموضوع صعب عليه او كتير قوي عليه او الكلام ده كله، هيساعدوك ويدوا لك خطوات اكتر ويعملوا معاك الكلام ده مره واثنين وثلاثه وعشره ومية لغايه ما تتعود ولغايه ما الدنيا تبقى معاك بيس ومفيش مشاكل بالنسبه لك. اوكي، طيب خلينا نروح على النوع الثاني من الهوم ورك اللي هو الفوكابلري. طبعا ده اوردرينج باراجراف، ده مش يعني مش موضوع مش محتاج حاجه. زي ما قلت لك بترتب الجمل اللي في الباراجراف ده. خلينا نروح نتكلم على الفوكاب. الفوكاب بيبدا كل يونت بتاخدها، اليونت دي بتاخد معاك اسبوع، وبرضه المقالات اللي انت شفتها من شويه دي بتاخد معاك اسبوع. بتبدا بباسج زي ما انت شايف كده. الباسج دي فيها بعض الكلمات الهايلايتد او البولد، اوكي، زي الكلمات اللي انت شايفها باللون الايه الاسود دي، تمام حضرتك، هي دي الكلمات المطلوبه. لكن مش معنى كده ان انت لو لقيت كلمه تانية مش عارفها، لا برضو يبقى معانا مفيش مشاكل، يعني حاول تستفيد. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان ساعدتك تقرا الباسج دي، تمام، وتحاول تستنتج، تحاول تعمل جاسنج لمعاني الكلمات اللي هي البولد دي. خلاص كده. طيب بعد ما تعمل جاسنج، ويا ريت تعملها كجيم كده، ان انت تكتب ايه، الكلمه دي تقريبا معناها كده، الكلمه دي يعني حاجه وحشه، الكلمه دي حاجه معناها شكاك او خايف او قلقان مثلا، تمام، وهكذا. بعد كده جايبين لك الديفينيشنز، الديفينيشنز، وبيقول لك اكتب نفس الكلمه دي. ده بيفكرك بس عشان ايه تفتكر الديفينيشن بتاع الايه بتاع الكلمه دي، يعني ده مش اكسرسايز ولا حاجه. اوكي، يبقى انت كده شفت مثلا هنا عندك كام كلمة، عندك 20 كلمة في كل ايه في كل يونت، عندك 20 كلمة. اوكي، يبقى انت حضرتك كده شفت في اول مرة عملت فيها الهوم ورك انت جبت كام واحدة صح. خمنت كام واحدة صح؟ خمنت 10، خمنت 15، خمنت 5، خمنت واحدة، مفيش مشاكل. حاول تعملها كجيم، وكل اسبوع تتحسن اكتر في موضوع الجاسنج، لان زي ما قلت لك مهارة الجيسنج مهارة احنا محتاجينها. اوكي، بعد كده الراجل بيقول لحضرتك اختار الكلمة اللي بتكمل معنى الجملة. جايب لك جمل تانية بقى غير اللي في الباسج، وجايب لك كلمتين. اوكي، المفروض ان انت بناء على الكلمات اللي انت حفظتها دي، تختار الكلمة الصحيحة اللي بتكمل الايه المعنى، وتعمل عليها مثلا underline او highlight او دايرة او حاجة، تمام. طيب هنا مطلوب منك انك تجيب السينونيم المرادف يعني او المعنى الصحيح للكلمه دي من الكلمات اللي يعني ايه اللي بيساوي معنى الكلمه دي في الكلمات اللي انت ايه حفظتها وتكتبها، تمام، سهله. طيب هنا المفروض تجيب الكلمه اللي بتقول عكس الكلمه دي بقى، يعني ال 20 كلمه اللي انت حفظتهم في كلمه منهم بتقول عكس الكلمه دي، المفروض ان انت تجيب الكلمه دي تحاول تفكر فيها، او ممكن ترجع عادي في المرحله دي، انت ممكن ترجع للكلمات عادي، تمام، عشان الكلمات تتكرر على عينيك كتير.
هنا دي جملة، والمفروض ان انت بتكملها بكلمة من الكلمات اللي انت ايه اللي انت حفظته. اوكي، ده اكسترا يعني اكسرسايز كده، لو عايز تعمله اعمله، لو يعني ما عندناش في الامتحان الرايتنج عندنا اوبشنال وكده، فكده انت تمام. لو عايز تعمل الرايتنج ده برضو وتبعته للاسيستنت يبقى حاجة ايه جميل. اوكي، يبقى انت كده خلصت الارتكلز، خلصت اليونت بتاعت الفوكاب، الاوردرينج باراجراف قلنا الموضوع يعني سهل، الطريقه اللي انت بتشتغل بيها ان انت تبدا ترتب الجمل دي. الفيديو الموتيفيشنال المفروض ان انت بتشوفه وبتبعت فويس نوت للاسيستنت، بتقول لها الفيديو ده فادني في كذا، ساعدني في كذا، قدرت اطبق منه كذا الاسبوع دوت، مش مفيد خالص غيروا الفيديوهات دي، تبعت لها انت فيديو افيد منه فادك اكتر من كده. يعني المواضيع في الفيديو الموتيفيشنال الموضوع ايه سهل كتير. اوكي، ده كده الهوم ورك. الهوم ورك جنب الحصص، جنب الموك اكزامز الدوريه اللي احنا بناخدها لما بنخش الادفانس كده، انت عندك المنظومه كامله وكده، مفيش حاجه تقدر تقف قصادك ان شاء الله لغايه ما تجيب السكور اللي انت عايزه. السلام عليكم ورحمه الله، واي مشكله تقابلك احنا جاهزين بالحلول ليها، فاهم حاجه بس ان انت ما تتكسفش وان انت تسال وان انت تعرف ان احنا يعني موجودين هنا عشان نخلي الاكسبيرينس بتاعتك لذيذة وممتعة لغاية ما تجيب السكور الجميل اللي انت عايزه، وتغور من وش قصدي يعني تمشي بسلامة الله تخش الايه الجامعة، وتبقى تدعي لنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.